بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله في جزء السكاشن الأخير، هنبدأ اللي احنا نتناقش فيه جزئية خاصة بالسيستم ديزاين، وبعدين هنبدأ اللي احنا نطبق بروجكت باستخدام الايه الدوت نت، تمام، اللي هو ويب ابلكيشن باستخدام الدوت نت او اي اس بي. فخلينا نبدأ على طول. هو يعني ايه اصلا سيستم ديزاين؟ هي الفكرة كلها اللي انت بتحاول ان انت تعرف كل الاليمنتس اللي عندك في الايه السيستم، ماشي؟ لو حد كان فاكر برضو في المحاضرة، الفكرة اللي احنا كنا بنعمل كأننا بنشوف الموديولز اللي هتبقى عندنا في السيستم، الكومبوننتس اللي هتكون موجودة عندنا، الاركيتكتشر مثلا، الانترفيس، اي حاجة عموما في السيستم او اي كومبوننت موجود في السيستم بنعمله، ماشي؟ وطبعا الكومبوننتس دي في الاخر انت بتعمل لها ديفلوب علشان ايه؟ علشان تحقق الريكويرمنتس بتاعت الايه؟ بتاعت البيزنس او بتاعت الكاستمر اللي هو طلبها يعني، ماشي؟ طبعا انا عندي اكتر من يعني عندي اكتر من نوع من السيستم ديزاين. اول حاجه هي اللوجيكال ديزاين. ايه فكره اللوجيكال ديزاين؟ اللي انت بتحاول ان انت تعمل ابستراكت ريبريزنتيشن للداتا فلو، يعني بتشوف تدفق الداتا هيكون عامل ازاي. حد مثلا ممكن يقول لي ايه ده، انا فاكر حاجه زي دي، هقول لك اه بالظبط، هي اللي هي الداتا فلو دايجرام اللي احنا كنا بنوضح تدفق الداتا من بين اكتر من مكان في الايه السيستم عندنا. وبالتالي ده مثلا مثال على اللوجيكال ديزاين، اللي انا كنت بحدد كل الانبوت اللي مثلا الانبوت بتاع الداتا، اللي هو مثلا زي كان الجست اللي هنا مثلا، ده كان انبوت للداتا. زي مثلا بعدين اللي انا بحدد الاوتبوت او الديستنيشن زي مكان التخزين اللي كان هنا مثلا، ده يبقى ده نقطة برضو تانية. الداتابيزز اللي انا هخزن فيها بيانات مثلا الكلاينتس او بيانات الجست، البروسيجرز او اللي هي البروسيس اللي هتبدا تتعامل على الداتا، والفلو عموما في السيستم كله اللي هو تدفق الداتا عموما من مكان للتاني. يبقى ده كده كلها ايه؟ ده لوجيكال ديزاين او حاجه ابستراكت كده مختصره عن تمثيل للايه؟ للبروسيس اللي بتتم في الايه؟ السيستم اللي عندنا. ولكن دلوقتي لو انا قلت لك بقى ايه؟ لو انا قلت لك ان انا عايز حاجه فيزيكال اكتر، بمعنى انا عايز اشوف حاجه قدامي، انا عايز مثلا اشوف يوزر انترفيس، انا مثلا انا عايز اشوف البروسيس ذات نفسها انت يعني هتكون عباره عن ايه، او ايه الالجوريزم بتاعتها، او ايه الخطوات بتاعتها. طب هتقول لي مثلا الداتا ديزاين، طب انت هتستخدم اي داتا ستراكشر عشان تمثل الداتا بتاعتك؟ طب انت هتدخل الداتا ازاي في السيستم، او ايه هو الانبوت والاوتبوت؟ يبقى انت دلوقتي بدات تتكلم عن الاكشوال والانبوت واوتبوت بروسيس. هناك ايه في اللوجيكال انت كنت بتعمل ايه؟ انت بس ده مجرد دايره. هو حد عارف الدايره ديت معموله ازاي؟ لا طبعا. حد عارف مثلا هي بتاخد البيانات دي ازاي؟ لا طبعا. ده كله ايه؟ ده كان لوجيكال. ولكن الفيزيكال بقى، انا عايز اعرف الانبوت والاوتبوت بروسيس الفعليين في السيستم عندنا، وازاي هندخل الداتا، الانترفيس مثلا ديزاين، البروسيس ديزاين، الداتا ديزاين، كل النقط ديت بشكل ايه؟ بشكل مفصل، ماشي؟ الاركتكتشرال ديزاين فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي حد عارف كده السيستم اركتكتشر؟ اكيد ما فيش اي مشروع تخرج دلوقتي برضو ما فيهوش سيستم اركتكتشر، عشان هو مهم جدا وبيوضح كل الكومبوننتس والاستراكشر بتاعت السيستم اللي عندك. مثلا انا عندي هنا كومبوننت بيعمل كذا، عندي هنا كومبوننت بيتعامل مع السنسور، عندي هنا كومبوننت بيعمل كذا، وبيتوصلوا مع بعض بالشكل الفلاني. يبقى هو عباره عن هاي ليفل ديزاين بيوضح الاركتكتشر بتاعت السيستم بشكل كامل، بتوضح الاستراكشر بتاع السيستم اللي هو تقسيمته والبيهيفير بتاعه السلوك بتاعه كمان، واللي انت بتوضح اللي هو كل الموديولز اللي هتبقى عندك موجوده او اللي انت هتبدا تعمل لها ديفلوبمنت. فانت بتقول مثلا ان انا عندي اربع كومبوننتس، واحد مثلا كومبوننت للماشين ليرننج، واحد كومبوننت مثلا للسنسور، مش عارف ايه الكلام ده هوت. فانت كانك انت بتوضح بتقول انا هكود ايه بعد كده، تمام؟ يبقى هي دي فكره الايه؟ سيستم اركتكتشر. بعدين الديتيلد ديزاين دي فكره بقى اللي انت ايه؟ تبدا اللي انت تركز اكتر اللي انت تعمل ديفلوب لكل موديول. يبقى انت في الاركتكتشر ديزاين انت كانك عرفت الموديولز اللي عندك، ولكن في الديتيلد ديزاين انت بدات اللي انت ايه؟ تطور بقى كل موديول، وبدات اللي انت تشوف كل موديول جواه ايه وهيبقى عباره عن ايه الكلام من ده. فانت دي تلت ديزاين عشان هو مفصل، يعني مفصل كمان عن الاركتكتشر ديزاين، ماشي؟ طيب ده كان جزء من السكشن كان بيتكلم على جزئيه السيستم ديزاين. دلوقتي هنبدا ندخل بقى اللي احنا عايزين نطبق عملي شويه. احنا بالفعل طبقنا عملي، اللي هو الموديلنج ده، هو ده كان طبعا عملي، وفكره السوات اناليسز والبيزنس موديل والكلام من ده. ولكن دلوقتي المراحل اللي فاتت دي كلها مثلا اللي هي مراحل الموديلنج وكده، كانت مثلا في مرحله السيستم ديزاين، صح؟ طب احنا عايزين نوصل لمرحله السيستم امبلمنتيشن، اللي احنا نبدا نكتب كود بشكل فعلي، تمام؟ نبقى احنا دلوقتي محتاجين ستاك، بنسميها ستاك، او بنستخدم مجموعه من التكنولوجيز علشان نقدر اللي احنا نطلع فعلا برودكت يشتغل على ارض الواقع،
تمام. احنا هنجرب ايه في السكاشن؟ احنا هنجرب الويب سايت. هل احنا هنكود؟ لا، علشان ما فيش وقت. امال احنا هنعمل ايه؟ احنا هنفتح كده بروجكت لاي اس بي، هنبدا نعرف الاجزاء اللي فيه زي ما السكشن جاي بالظبط بنفس ليفل الديتيل. انا عارف ان انا بكرر كتير، ولكن انا بكرر ده علشان ااكد ان انا مش هقول حاجه زياده عن اللي اتكتب، ولا هقول حاجه اقل ان شاء الله. في السكاشن يعني. يبقى احنا زي ما اتفقنا، احنا محتاجين نطبق دلوقتي بروجكت ويب سايت. طبعا احنا عارفين الويب سايت هو عباره عن فرونت اند، اللي هو بيبقى مثلا HTML CSS جافا سكريبت وبوتستراب واللايبراريز بتاعت جافا سكريبت وكل الكلام ده، اللي هو ده بتهتم بالايه، بالواجهه بتاعت الايه او اليوزر هيشوفها. يبقى ده بيبقى اسمه ويب ديزاينر. الباك اند بقى اللي هو مثلا انت بتستخدم مثلا فريم وركس زي لارافيل، زي اي اس بي، لغات زي بي اتش بي، نقاط زي دهيت. ده ليه؟ علشان اللي انت بالفعل اللي انت تعمل مثلا حته بقى حاجات زي الاوثنتيكيشن، حاجات زي الراوتنج، حاجات مثلا زي مثلا اللي هو التعامل مع الداتابيز، النقاط دي كلها. يبقى دي كلها مين اللي بيتعامل معاها؟ هو الايه، الباك اند. ماشي. طيب الهيستوري بتاع الاي اس بي دوت نت، فهو كان فيه كلاسيكال اي اس بي، وبعدين اي اس بي دوت نت ويب فورم، وبعدين حاجه اسمها اي اس بي دوت نت ام في سي. يعني مايكروسوفت طبعا كل شويه يعني ايه بيحدثوا الحاجه اللي هم بيعملوها او بيطوروها اكتر. تمام. اي اس بي دوت نت ويب فورم، اي اس بي دوت نت ام في سي، بعدين اي اس بي دوت نت اي بي اي، بعدين كور، اي اس بي دوت نت كور. ودي الحاجه اللي هم بيهتموا بيها بشكل كبير قوي الفتره دهيت، يعني اللي هي كور طبعا مع الاي تي تي فريم ورك كور والكلام ده. ولكن احنا هناخد ايه منهم دلوقتي في السكيشن؟ احنا هناخد اي اس بي دوت نت ام في سي. ماشي. طيب يبقى احنا نبدا في اي اس بي دوت نت اللي هي الام في سي. وطبعا احنا عارفين برضو ام في سي وشرحناه اكتر من مره. على فكره انا هشرح دلوقتي ام في سي برضو بشكل سريع على حسب السكيشن، ولكن لو حد عايز حاجه مفصله اكتر، او حد اصلا شغال في الباك اند وعايز يفهم الموضوع بشكل اكبر، ممكن يقول لي وابقى ابعت له لينكات مثلا انا كنت شرحتها بشكل مفصل بكتير. المهم يبقى احنا عارفين ان الام في سي هو عباره عن ايه. هو عباره عن كومباوند ديزاين باترن، يعني عباره عن ديزاين باترن فيه مجموعه من الديزاين باترنز في ام وفي والسي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو دلوقتي لقينا ان الواحد عشان يعمل ويب سايت الموضوع بيبقى معقد. ليه؟ علشان في جزء بيظهر لليوزر، في جزء مثلا بيتعامل مع الداتابيز، في جزء بيربط ما بين الاثنين، يبقى نقاط زي دهيت. يبقى الفكره ان الموضوع معقد، فاحنا محتاجين ان احنا نقسم او نعمل حاجه اسمها سيبريشن اوف كونسيرنز، او نقسم ان كل جزء يكون له حاجه متخصصه او هو بيعملها بشكل متخصص. يعني مثلا الموديل هيبدا يتعامل مع الايه، الداتا، هيبدا يكون موجود فيه البيزنس رولز، هيكون موجود فيه السوفت وير لوجيك عموما اللي بدل ايه ده الموديل. الفيو ده الحاجه اللي هتظهر لليوزر، اللي هو اليوزر انترفيس، اللي هو اليوزر من خلاله هيقدر مثلا يضغط على زرار، يبعت حاجه، يبعت داتا، يملى فورم، كلام من ده، اللي بدل فيو. الكنترولر ده هو فايدته في الحياه هو ان هو عباره عن صمغ ما بين الاثنين، ما بين الفيو ما بين الموديل، كانه بيربط ما بين الاثنين او بيهندل الكوميونيكيشن ما بينهم، بحيث ان الفيو ما يتعاملش بشكل مباشر مع الايه، مع الموديل. ده طبعا بقى لاسباب كتير يطول شرحها مش هنقولها. وبالتالي الموضوع بيمشي ازاي لو احنا بنتعامل في بروجكت ام في سي؟ وطبعا بروجكت ام في سي ما هو الا بس كود متقسم بطريقه معينه، يعني مثلا زي اللي احنا شايفينه ده. ده مثلا ايه؟ ده الكود دوت متقسم بطريقه معينه. هتلاقي ان في بس مكان للكنترولرز، مكان للمودلز، مكان للفيوز. طبعا هنعرف كل الفولدرات دهيت معناها ايه دلوقتي، ولكن الفكره كلها ان هو ايه، كود عادي جدا، مثلا في الحاله دي سي شارب عشان احنا بنتكلم في اي اس بي، بس متقسم بطريقه معينه وكل حاجه ليها ايه، يعني كل حاجه لوحدها. مثلا ده الفيوز، ده فيه فيوز الهوم، وهكذا. هنشوف الحاجات دي بالتفصيل، ولكن بس ايه، بنعرف بس ان هو ده عباره عن ايه. وبالتالي لما ريكوست بيجي لي، اول حاجه يعني لو مثلا الكلاينت عمل ريكوست، زي مثلا انا رحت دلوقتي عملت جوجل دوت كوم، ماشي، وعملت انتر. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا دلوقتي عملت اتش تي تي بي ريكوست، تمام، يعني عملت طلب. الطلب ده هو اول لما راح عند الابلكيشن بتاع جوجل، او اللي هو السيرفرات بقى بتاعت جوجل والانتربرايز، يعني عدى اول حاجه على حاجه اسمها الراوتنج، او اللي هو الراوتر. الراوتر ده هو توداني عند كنترولر معين، تمام. الكنترولر ده هو ده بقى اقدر افهم من كده ان هو بيعمل ايه، ان هو بيتعامل مع الاكشنز، بيتعامل مع كل الاكشنز اللي موجوده عندنا في الايه، الويب سايت. بمعنى الريكوست دوت عباره عن ايه، اللي انا عملته من شويه ده كان عباره عن ايه، ده كان عباره عن اكشن، صح. وبالتالي هو مثلا تعامل مع الاكشن ده هو، تمام، قام عمل ايه بقى،
قام وداني عند مثلا ميثود، الميثود ديت عرضت لي الشكل الايه اللي انا شايفه قدامي ده. يبقى مين اللي اتعامل مع الاكشنز لما جاله ده؟ الايه، اول حاجه الراوتر، الراوتر وداني لكنترولر معين، الكنترولر هو بدأ يعرض لي الايه الفيو اللي قدامي. ماشي، يبقى الام في سي اكشن بيزد، يعني هي معتمده على فكره ان الريكوست بيجي لها للكنترولر وبعدين بينفذها. تمام. طيب لو احنا احتاجنا داتا، يعني مثلا احنا دلوقتي خلاص هو جوجل عرضت لي الايه الفيو اللي قدامي ده، ماشي، ولكن احيانا احنا ممكن نحتاج داتا زي ايه؟ زي مثلا البيانات اللي هنا دي، تمام، اللي هو صورتي مثلا، صورة الشخص اللي عامل لوجن دلوقتي، بيانات تانية. فاحنا محتاجين نجيب البيانات دي. طب هنجيبها منين؟ هنجيبها من الداتابيز، وبالتالي مين اللي هيتعامل مع الداتابيز؟ اللي هو الموديل. فالكنترولر هيروح يطلب مجموعة داتا، او هيطلب داتا من الموديل، ياخد الداتا دهيت وبعدين يعرضها فين؟ في الفيو. يبقى هو ده التقسيمة بتاعة الموديل فيو كنترولر اللي احنا بنتعامل معاها، وهنبدأ نتعامل معاها ونطبقها بشكل عملي ان شاء الله. طيب يبقى الكنترولر كل اللي هو بيعمله ايه؟ الكنترولر والاكشن ميثود اللي عنده، تمام، بيبقى فيه اكشن ميثود جواه اهو، ده مثلا كنترولر، ده اسمهم كنترولر. انا عايز اقرب شويه اهو، ماشي. طب ثانيه انا هوقف الفيديو علشان اكبر ده شويه. طيب اعتقد ان كده افضل، عشان بس دي تكون واضحه وتكون كل حاجه واضحه ان شاء الله. دلوقتي انا واقف عند كنترولر اسمه الهوم كنترولر، تمام كده. شوف اللي بيحصل ايه، اللي بيحصل ان انا بيبقى عندي حاجه اسمها اكشن ميثود، يعني الميثود اللي بتتعامل مع الاكشن. لما بيجي لها ريكوست كل اللي هي بتعمله هي بتعرض فيو معين، بتعرض لي فيو ايه مثلا؟ يعني زي اللي احنا كنا شايفينه في جوجل ده، اللي هو الصفحه دي، ماشي. فالفكره ان الكنترولر والاكشن ميثود اللي جواه كل اللي هو بيعمله اللي هو بيتعامل مع الانكومينج براوزر ريكوست، كل الريكوستات اللي جايه له، ماشي، من الكلاينتس. لو احنا احتاجنا داتا مثلا معينه بنجيبها من الموديل وبعدين بنرجع الريسبونس المناسب اللي اليوزر عايزه. مثلا انا كنت عايز الصفحه بتاعه جوجل، فهو رجعها لي ورجع لي الداتا برده اللي جواه زي صورتي وغيره، ماشي. الكنترولر ده عباره عن كلاس عادي جدا، ولكن هو الفكره كلها ان هو انهارت او بدرايف من البيس كلاس اللي اسمه system.web.mvc.controller. بمعنى مثلا اللي هو شوف ده اسمه هوم كنترولر، وبينهارت من الكلاس اللي اسمه كنترولر. لو رحنا فهو بيوديني دي كنترولر اللي هو البيس كلاس ده، بقى بيبقى فيه كل الميثودز اللي خاصه بالايه اللي هي تتعامل مع الريكوستات اللي جايه. بمعنى ان انا مش محتاج ان انا اكتب كل الكود ده هو تاني، لا، ده الفريم ورك اصلا موفراه بالنسبه لي علشان ما اضطرش ان انا اكتبه تاني، او ان انا اكرر كود ملوش اي لازمه يعني. ماشي، حلو جدا. طيب جميل، يبقى اللي بقى هو طبعا بيدرايف من كلاس اللي اسمه system.web.mvc.controller. حلو جدا. مكان الكنترولرز بيبقى موجود فين؟ تمام، في البروجكت اللي عندنا، فهو دايما بيكون موجود هنا، فولدر اسمه كنترولرز اهو. لو انت ضغطت هتلاقي لهم كنترولر بالشكل ده. قفلنا ده، نبقى نروح للفولدر اللي اسمه كنترولرز ونضغط عليه، نبقى اهو قدامي اهو. ماشي، حلو قوي. يبقى هو ولازم طبعا ينتهي بكلمه كنترولر، يعني شوف ده اسمه ايه، هوم كنترولر، لازم ينتهي بكنترولر. طيب مثلا زي الهوم كنترولر او ستودنت كنترولر او غيره. وطبعا زي ما اتفقنا بيبقى في الكنترولر فولدر في الاستراكشر اللي قدامه. طيب بالنسبه للموديل بقى بيعمل ايه؟ الموديل طبعا زي ما احنا شايفين ان هو موجود في الفولدر اللي اسمه ايه؟ الفولدر اللي اسمه مودلز، ماشي؟ الفكره ان هو بيريبريزنت الداتا اللي عندك في السيستم، وبيبقى في اوبجكت من خلاله تقدر ان انت تتعامل مع الداتا بشكل بسيط وسهل. تمام، مش محتاج ان انت تقعد تكتب سيكوال كويريز ومش عارف ايه ونقط زي دهيت، لا، ده انت ممكن ان انت مجرد بس ان انت ايه تجيب اوبجكت منه وتبدا ان انت تتعامل مع الداتا، سواء تعمل انسيرت او ديليت او ايا إن كان انت حاجه انت حابب تعملها، او لو انت عايز تشوف مثلا ريكورد معين او ايا كان. ماشي، فهو الموديل فكرته ان هو بيريبريزنت شيب اوف ذا داتا، وبيعمل ستور للداتا برضو اللي احنا جبناها مثلا من الداتابيز. ماشي، وطبعا احنا بنستخدم كلاس، يعني هو الموديل هو عباره عن كلاس عادي جدا من السي شارب. يعني مكانه بيبقى فين؟ مكانه بيبقى في الفولدر اللي اسمه ايه؟ مودلز. ماشي، حلو. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكنترولر والمودلز، يبقى الحاجه الثالثه هي الايه؟ الفيوز. يبقى الفيو هي الواجهه اللي اليوزر بيشوفها، اللي هي اليوزر انترفيس، اللي هي الصفحه اللي قدامنا دي، برضو بتديسبلاي داتا مثلا من الموديل لليوزر عن طريق كنترولر، يعني مثلا زي صورتي، زي اسمي، زي النقاط زي دهيت، بتخلي اليوزر اللي هو يموديفاي الداتا بتاعته، يعني يقدر مثلا اللي هو يعدل في داتا معينه، او يكتب داتا، او اكتب مثلا حاجه في الايه السيرش او كده. فدي كلها نقاط ممكن اللي هي ايه تتعمل او كده. ماشي،
طيب بيقول لك a view in the context of model view controller. لو احنا جينا نتكلم في model view controller architecture، هو عبارة عن software class بيبقى فيه حاجة اسمها template، تمام؟ والtemplate دهوت لسه هنتكلم عنه قدام ان شاء الله. بس هو فكرة التمبلت دهوت ان هو بيعمل او هو اللي بيطلع لي صفحة ال HTML اللي الايه البراوزر بيعرضها. يعني الاوتبوت من الفيو دهوت، ماشي، الاوتبوت من الفيو اللي هو بتبقى صفحه اتش تي ام ال علشان الايه اليوزر يقدر اللي هو يشوف الصفحه قدامه. او لو احنا بنتعامل مثلا مع اي بي اي سيرفيس او غيره، فهو ممكن يرجع حاجه زي جيسون سترينج او جافا سكريبت كود، ماشي. يبقى تاني، يبقى ايه هي فكره الفيو؟ الفيو هو عباره عن سوفت وير كلاس، ولكن بيبقى فيه حاجه اسمها التمبلت. التمبلت ده هو بيقدر اللي هو يحط الداتا فيه، الداتا اللي جايه من الداتا بيز، يحط الداتا فيه وبعدين يظهرها لمين؟ يظهرها لليوزر كصفحه اتش تي ام ال بيج عاديه جدا، ماشي؟ طيب مكانها بيبقى فين؟ مكانها بيبقى في الفولدر اللي اسمه فيوز. يعني لو احنا رجعنا كده وشفنا هنا مثلا اهو فيوز، يبقى هنا بيبقى فيه كل الفيوز مثلا بتاعت الايه بتاعتنا. يعني اهو مثلا حتى لو نلاحظ هنا ان في اتش تي ام ال عادي، نقط زي دي. حد هيقول لي ايه ده يا ده كود بي اتش بي، هقول لك اه هنجيله كمان شويه وهنعرف ده هو موجود ازاي او معمول ازاي، ماشي. طيب يبقى اس بي دوت نت فيوز ار ستورد في الفيوز فولدر. طبعا الاكشن بتاعت الميثود هي اللي بتوديني عند مثلا فيو معين، وان الفيو فولدر بيبقى فيه فولدر مخصص لكل كنترولر. يعني بص كده، مش انا كان عندي كنترولر اسمه الهوم كنترولر، صح؟ طيب فكره الهوم كنترولر لكل كنترولر انا بعمل فيه الفيو فولدر خاص بيه. يعني بص كده، مش ده اسمه هوم كنترولر، صح؟ هنا انا هعمل فولدر اسمه هوم، يبقى فيه الميثودز او نفس اسماء الميثودز بتاعت مين؟ بتاعت الكنترولر. يعني شوف مثلا هنا ده اسمه ايه؟ اندكس، صح؟ فانا قمت عملت هنا فيو اسمه index.cshtml. هل ده لازم؟ لا، بس ده هو ده البيست براكتس، او ده افضل طريقه علشان نربط ما بين الاثنين يعني، ماشي؟ طيب يبقى تاني، يبقى الموضوع دوت معناه ايه؟ يبقى احنا اتفقنا ان هوم كنترولر اللي هو بيعمله ان هو بيرجع فيو لليوزر، صح؟ حلو جدا. طيب يبقى انا عايز لكل كنترولر عندي عايز اعمل له فولدر خاص بيه يكون في الفيوز اللي هو بيعرضها. يعني مثلا هو هنا الكنترولر ده بيعرض فيو اسمه اندكس، وفيو كمان اسمه اباوت، فيو اسمه كونتاكت. وبالتالي انا محتاج ان انا اروح اعمل فولدر بنفس اسم الكنترولر اللي هو هوم، تمام، واكتب فيه اللي هو اسماء الايه اسماء نفس اسماء الميثودز عشان يحصل مابنج للاثنين مع بعض، عشان لما مثلا يوزر يعمل ريكوست معين ويروح لي الاندكس ميثود، او انا اوديه عند اي فيو الفيو اللي اسمها اندكس. حد واخد باله من الفكره؟ ماشي. يبقى طبعا هنراجع على النقطه ده هي التاني برضو علشان تثبت معانا اكتر. طيب احنا بنستخدم، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الايه الفيوز، عرفنا المودلز، وعرفنا الايه الكنترولرز. طيب هو انا اصلا بستخدم اي اس بي دوت نت ليه؟ طبعا لاسباب كتير. اي اس بي دوت نت من الحاجات المحترمه جدا، التكنولوجيز المحترمه جدا. في مثلا حاجه زي سيبريشن اوف كونسيرنز، بمعنى ان في سيبريشن كويس وتطبيق كويس للديزاين باترن بتاع الام بي سي. الموديل لوحده بيكون مسؤول عن حاجه، الكنترولر لوحده بيكون مسؤول عن حاجه، الفيو لوحده بيكون مسؤول مثلا عن حاجه اللي هي اليوزر انترفيس وهكذا، ماشي. مثلا برضو في حاجه اسمها كنترول، بمعنى ان انت تقدر تتحكم بالملفات مثلا بتاعت الجافا سكريبت بشكل كويس، الملفات بتاعت الاتش تي ام ال والسي اس اس وكل النقط دي التانيه، ماشي. التستابيليتي، بمعنى ان بيبقى في اكتر من طريقه تقدر ان انت تعمل تيستنج للابلكيشن اللي عندك. تيستنج مثلا اللي هو بقى سواء اي انواع من التيستنج زي فيتشر تيست او اليونت تيست او غيره. لايت، بمعنى ان هو مش تقيل قوي، مش مثلا هياخد منك مش هيبقى بطيء معاك يعني، لا هو هياخد اصلا باند ويدث بسيط، او علشان ايه يخلي الرد على الكلاينت يبقى سريع. يعني هو بيحاول يريديوس الباند ويدث بحيث ان هو ايه لما يجي ريكوست يترد عليه بسرعه، ماشي. طيب يوزابيليتي، طبعا اللي هو سهل الاستخدام، وحتى لما احنا نيجي كمان شويه نشوف مثلا اسماء الميثودز هنلاقي اسماء الميثودز واضحه، هنلاقي الاستراكشر بتاع البروجكت واضح ونقط زي دي. وطبعا بيبقى فيه برضو امكانيه ان انت تعمل اي بي اي سيرفيسز بسهوله برضو بشكل بسيط وجميل. الهيستوري في اي اس بي دوت نت، يعني هو بيقول لك هنا التاريخ ام في سي 1/3 في 2009، بعدين في 2010 2/3 2011 2012 طلع ام في سي 4، 2013 ام في سي 5 وهكذا. طيب بيقول لك الحاجات اللي انت هتحتاجها عموما علشان نكمل الكورس، ولكن ده مش حقيقي ما تقلقش يعني. اول حاجه لغه برمجه تكون اوبجكت اورينتد زي السي شارب. مثلا هنكتب شويه سي اتش تي ام ال، بيبقى في سي اس اس، بيبقى برده في اي ويب سايت لازم يكون في جافا سكريبت وجي كويري، في بوت ستراب،
في اللي هو فيجوال ستوديو، ده الايديتور اللي احنا هنستخدمه علشان مثلا ايه نكود وكده. في السيكوال سيرفر، ده اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم اللي من خلاله هقدر ان انا اكلم الداتابيز. السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو ده اللي هو البرنامج اللي هيخليني اتعامل مع السيكوال سيرفر، تمام. ولكن احنا حقيقة يعني في السكاشن احنا تقريبا ما استخدمناش الا حاجة او حاجتين من الحاجات دي، فما تقلقوش يعني. طيب في الفيديو الجاي هنبدأ اللي احنا نشوف اول ابلكيشن عندنا بيكون structured ازاي، وايه الفولدرات اللي بتكون موجودة فيه، يعني مثلا ايه هي الحاجات اللي بتكون موجودة هنا دي، هي عبارة عن ايه. وبعدين هنبدأ ناخد كده مقدمة صغيرة خالص عن مثلا حتة الراوتينج، جزئية الراوتينج، ومقدمة سريعة برضو عن controllers. ده اصلا الكلام ده احنا قلناه اصلا فوق، بس هنرجع عليه تاني. وهنبدأ مثلا ان احنا نعمل كنترولر ونجرب نعمل كنترولر، نشوف يعني ايه اكشن ميثودز ومواد زي دي في الفيديو الجاي ان شاء الله.